بس سؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار المحترم، نشكرك على هذا السؤال حول الخصاص في وسائل النقل العمومية بالمناطق الجبلية. بغيت نأكد بأن هذه الحكومة تدرك الأهمية البالغة للنقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية، لأنه يمكن يلعب واحد الدور هام في فك العزلة عن الساكنة القروية ويحقق العدالة المجالية ببلادنا. بغيت نذكر بأن الوزارة كانت اعتمدت 1986 واحد العدد ديال المبادرات باش تطور النقل العمومي انطلاقا من 1986 بالعالم القروي، بحيث انه تم خلق النقل المزدوج وتكليف اللجان الاقليميه باش تقدم الاقتراحات للجان المركزيه بالنسبه لهذا النقل المزدوج. كما تم اصدار واحد العدد من الدوريات واعتماد دفتر التحملات سنه 2013 من اجل تاطير استغلال خدمات النقل بالعالم القروي. عدد ديال الدراسات الميدانيه على صعيد 58 اقليم تنجزت بشراكة مع السلطات والمجالس المحلية باش تحد المعطيات اللازمة بهدف وضع مخططات لهذا النمط من النقل على مستوى كل إقليم. تتعطى الأولوية دائما لملفات النقل المزدوج من قبل اللجنة الوطنية للنقل بعد إحالتها من طرف اللجان الإقليمية للنقل. من جهة أخرى، الوزارة في إطار رفع من جودة المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي تتخصص ضمن برنامج جديد حاضرة المركبات منحة خاصة لهذا النقل ب حوالي 180 ألف درهم، ماشي بحوالي 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة، من أجل تخفيف من آثار استمرار ارتفاع أسعار النقل المزدوج. أيضا دخل في يعني الدعم الاستثنائي اللي قدمته الحكومة ب 1800 درهم لكل عربة، ولكن هذا الشيء كله ما توصلش للمبتغى، بحيث أنه لا يزال سكان العالم القروي والمناطق الجبلية يعانيوا من ضعف خدمات النقل. ولهذا غادي نعملوا مع وزارة الداخلية وتفعيلا للجهوية المتقدمة باش نواكبوا المجالس الجهوية اللي خصها تقوم بالاختصاصات ديالها في مجال النقل داخل المجال الترابي ديالها، ومنه طبيعيا النقل القروي. وشكرا.